بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نتحدث عن المشهد الثالث Act 3 بمسرحية Arms and Demand. هي تقسم إلى 3 أجزاء تقريبا. من المشهد الثالث أو بالفصل الثالث يعني The speech is going to go to the library. إذن راح ينتقل الكلام إلى المكتبة. Actually, in fact, it's not really, it's really isn't much of a library. It's not large, it's not big. مو كلش كبيرة. ولكن بيتكوف is proud of it. يعني فخور بيها. As a symbol of their wealth. كرمز لي يعني الغناء مالته أو الغناء عفوا. إذن هو كان يستخدم المكتبة حتى يبين بأنه هو شخص مثقف، أنه شخص عنده أموال. هي ما كانت كلش كبيرة. يعني حتى من يحجون المكتبة وحجة المكتبة وقالت المكتبة بيناتهم يعتبرونها كلش كبيرة. ميجر بيتكوف sits reading a paper. كان قاعد يقرأ بالجريدة. Plunchley is focused on writing the order of the movement. وبلونشلي الكاتب بلونشلي احنا مثل ما ذكرنا هم حاليا بلونشلي يشتغل ويا سيرجيو ويا بيتكوف لان هم كانوا اصلا متعاونين بعد الاتفاقيات الأخيرة اللي صارت. فهنا دي يساعدهم، دي يكتب لهم الخطة، دي يرسم لهم بعض الأمور. He hands each completed order to Sergius Sandroff to sign. وكمل كل الأوراق وكمل كل الخطة وأرسلها إلى سيرجيوس حتى يوقع عليها. Sergius at once and he is excellent jealous of Bluntschli military knowledge. حقيقة Bluntschli هنا هو شخص قادر على التحرك ورسم خطة جيدة لأنه إنسان ناجح وضابط جدا مهني. أما بالنسبة لسيرجيوس سيرجيوس سانروف ونفسه سيرجيوس سانروف، فهو شخص شوية عنده نوع من الغيرة، يعني غاير أو يعني شلون من Bluntschli، يعني يحس Bluntschli إنه هو نجح بعمله وكل الناس تحبه. بهذا الموقف طبعا كاثرين كانت تخيط اللي هي ام رينيا، ورينيا كانت هي تباوع من النافذه على الكلام. The major complains that the misses his old بانه قد ضيع او فقد معطفه القديم. He can't find it anywhere. ما قدر دي يقول اني يعني طبعا هنا عندنا الرائد بيتكوف دي يقول اني عندي معطف هنا قديم شو ماكو مدري وينه. Little does he know that his wife gave it to Bluntschli. وما كان يعرف انه زوجته وبنته انطوى للكابتن Bluntschli. Catherine tells بيتكوف to look in the upstairs closed, but the major insists that he is checked the closed dozen times. طبعا كاثرين اللي هي ام رينيا قالت لبنتها، قالت لها تشيكي بالخاف هناك موجود يعني يم الدرج كذا، قالت لها لا انا دورت بالخزانه وبالطابق العلي وكل مكان ما موجود. ويرسلون خادم حتى يتاكد مره اخرى. هي sends a servant to check once more حتى يشيك بعد اكثر. نيكولا انترز with the house coat. Amazed and bit confused, the major happily dons his favorite garment. فراح نشوف شنو اللي راح يصير. يعني الحد الآن هم يدورون على المعطف ما لقوا. فهنا بعدها Bluntschli sends the major Sergius out to dispatch them the troops. إذن مثل ما ذكرنا إنه Bluntschli كتب خطة وكتب الأشياء اللي كملها. أبعثها السيرجيوس حتى يختمها ويوقع عليها ويتم إرسالها لي حتى ينفذون الأعمال اللي أو الخطة اللي رسمها Bluntschli، لأنه شخص قائد عسكري يعرف بأمور العسكرية وخطة ناجحة. بالآن تركت راينا وBluntschli وحدهم، وراينا معجبة جدا بBluntschli وبشخصيته الجديدة لأنه هي كانت تسميه رجل الشوكولاتة وكانت ما معجبة بيه، بس من شافته وشخصيته وكلامه انعجبت بيه كلش. الشخص اللي كانت تسميه رجل الشوكولاتة الآن أصبح معجبها.
شلون شلي لافس ات ذا ايديا ذات شي. ها اكو شغله مهمه ان هي بدت تحكي علي قالت له بسببك انت خليتني اكذب على موضوع ال احدهما للضابط الذي يبحث في غرفتها والاخر بيوصف بجندي الشوكولاته. قالت له انت خليتني اكذب وخليتني بهذا الموقف. بلونشلي ضحك ضحك بلونشلي على هذا الشيء قال له لا ماكو هيك شيء يعني. وبهذا الحكي طبعا هي راح تقول طبعا هي تريد تتكلم ويا بلونشلي باي طريقه تريد تكون هي تريد تكون محط نظرها يكون محط نظرها يعني بحيث هو لازم يباوع عليها. فبدت تخلق قصص وكلام حتى يتم اعجاب بها حتى يعجب بها الضابط بلونشلي. She asks him if he liked يعني سألته إذا كان أحب الصور. للتذكير إحنا ذكرنا بالمحاضرات السابقة أن رينيا أنطت المعطف هي وكاثرين هي وأمها إلى بلونشلي رجل الشوكولاتة هذا المعطف حتى يهرب به. ولكن أكو جانب من جوانب رانيا هو جانب من جوانب الخيانة حيث أن خلت لها صورة المن لبلونشلي حتى يشوفها لأنه هي كانت يعني شلون تريده ينعجب بيها وكذا يعني بشكل عام أكو هيك نوع من النساء تحب أن تكون محط إعجاب بعض الأشخاص زين يعني فهي من هذا النوع. يقول هنا لوكا enters with mail for Plinchley. الآن دخلت لوكا طبعا هي الخادمة وتستلم كل رسائل البريد وإلى آخره. فهنا لوكا استلمت بريد من بلونشلي. هي receives a telegram informing طبعا هي telegram هي معناها برقية حتى احنا برنامج التليجرام معناها برقية يعني معناها رسالة. informing him يخبره of his father's death يخبرونه بموت والده وأنه هو راح يحصل على ورث ولازم يغادر حتى يروح يترتب ترتيبات وإلى آخرهم. زين طبعا هنا راح تصير يعني بعض المشاحنات ما بيناتهم. لوكا راح تقارن نفسها بسانروف ورانيا. المهم رينيا تغادر ليفس راح تغادر رينيا. نوكلا again tries to Luca's attention and insolence يعني نوكلا الخادم راح مرة أخرى يحاول ينصح لوكا يقول لها يعني لا تسوين هيك شيء وهذا شيء مو صحيح خلينا نعيش حياتنا احنا مخطوبين وكذا. المهم هي ما تهتم له وشوية تزود وقاحتها على رينيا وما وبمرور she keeps getting more and more with رانيا. بعدها راح يدخل سيرجيوس راح يجي للمشهد. نوكلا تغادر نوكلا راح يغادر اللي راح يبقى هما اثنين سيرجيوس ولوكا لوكا الخادمة يعني متكبرة. هنا سيرجيوس راح يعتذر لها ولكن بطريقة غير لفظية يعني شلون يعني ما يقول لها أنا آسف يعني يبين لها عن اسفه اللي ان هو ما سمع كلمتها وقالت له بوس ايدي وهو ما باس ايدها ما اعتذر لها. فهنا يعني شلون صار اكو يعني عنده كبرياء يقول I can't say never sorry I not say worry يعني sorry انا ما راح اقول اني اسف. again he varies between desires and يعني شلون اقول لكم بالضبط ذكرت لكم قبل حاضرة انه هو حاليا حاير ما بين قلبه وعقله. عقله يريده ياخذ رانيا وشخصية وكذا وقلبه يريد لوكا. فرغبته والمثالية مالته ما تتعارضه. زين she says that he refuses to marry her simply because of the station يعني قال لها أنا ما أقدر أزوجك لأنه أنتي موقفك يعني باد أنتي يعني لا شيء أنتي يعني أنتي ما معروفة مو شخصية غير دارسة وإلى آخره. هي راح تنتقده وتقول له أنت جبان يعني if you were حتى لو أنت كنت the king of Russia
حتى لو كان الملك روسيا، اذا انت تحبني صدق فانت تخضع لي وتبقى تحبني، بس انت يعني جبان هيك تقول له. طبعا هنا اللي راح يصير انه شويه ريني لوكا راح تخبر سيرجيوس سانروف تريد الزوجه، قالت له انت تحب رانيا ومو كذا ومعجب بيها، ترى هي قد اخونك ويا بنوتشي ومعجبه ببنوتشي وما تحبك. ما صدقها سانروف at the first refuses to believe it، ما صدق هذا الكلام. بعدين لوكا continues to taunt him، تخبره او تعلمه، طبعا بدأت تخبره وتحدث تحكي له عن الاحداث اللي صارت ك ك ك وتسخر منه و ضاج من عدها جدا. منين ضاج؟ من رينيا، قال له تخوني. هنا بلونشلي انترس سيرجيوس، راح يدخل بلونشلي change him to a deal he shocked and hasn't any idea why. طبعا هنا يدخل بلونشلي وراح يتحدى في مبارزة، قال انا ابارزك. المهم راح تجي النوبة رينيا ويبدي الحديث انتهيج كذا كذا كذا، وراح يتهم راني بالخيانة، يقول لها انت خنتيني. سيرجيوس راح يعني يتهم رينيا بالخيانة، he is going to be heard that you are cheating me you are cheating، بيقول لها انت راح تخونيني. فسيرجيوس is going to tell him that it is not true. سيرجيوس راح يقول لها الكلام مو صحيح. she doesn't know، قال لها طبعا هذا الكلام بالفيلم موجود، قال لها انا اصلا، قال لها بلونشلي قال السيرجيوس، قال له هي اصلا ما تدري بيها اذا انا متزوج او ما متزوج، فشلون انا علاقتي بيها طيبه وكذا، شلون بدها تحكي بهذا الاثناء مباشره؟ رينيا راح تقول ليش انت متزوج؟ قال شوف هنا ايش راح يصير، انه اللي راح يصير انه سيرجيوس راح يقول له شوف ايش قد مهتمه بك، اذا هي تحبك وعندك علاقه بيناتكم، شلون بدها يتهمه. بلونشلي tries to help سيرجيوس، طبعا بلونشلي راح يحاول انه يصلح الموقف ولكن الموضوع ما راح ينجح. بهذا الاثناء يعني سيرجيوس راح يغازل لوكا، ولوكا بدها تحكي وياه، ولوكا راح تبدي تتحدث مع سيرجيوس وتنتهمه، تقول له you are bad you are not good you are cheating me، قال له انت تدخلني، هو هم قال له انت تدخلني. المهم صار بيناتهم واحد يصارح الثاني. بهاي الاثناء راح يجي بيتكوف. بيتكوف راح يجي راح يسال عن رجل الشوكولاته ويشوف الصوره اللي وضعتها رانيا، وتصير يفهمون تفهم الامور كلها تتضح. بلوتشلي intends to leave but سانروف يعني بلونشلي يريد يغادر، ولكن سيرجيوس ما يخليه، واللي يصير انه سيرجيوس راح يتقدم بالزواج من رينيا ويتزوجها، وكذلك عفوا بلونشلي راح يزوج رينيا، وسيرجيوس راح يزوج الخادمة لوكا. بعدين يعني اللي راح يصير انه كاثرين بنت ام رينيا راح تعترض، يقول انا ما زوج ابني الواحد فقير، ولكن في الحقيقه يعني بلونشلي از نوت بور، في الحقيقه بلونشلي ليس فقير بل جدا جدا غني ويملك اموال كثيره بسبب بعد وفاه والده. زين يعني هاي كل اللي موجود بالاحداث، اختصرت الاحداث حقيقه انا شويه حتى توصل لك المعلومه بطريقه بسيطه وتفهم الاحداث. زين ان شاء الله يا ربي ما قصرت وياكم. اي سؤال او استفسار احنا حاضرين، اكتب اي سؤالك بالتعليقات وراح نجاوبك.